سلسلة حلقاتنا من حديث النجوم، كل نهار 3 من 6 ونص حتى 8 متاع الليل، السهرة نصفح فيها ألبوم ذكريات مع نجم من نجوم مختلف الرياضات في تونس. نجم سهرتكم الليل وقت يكون 11 على اليمين و11 على اليسار، يكون هو في وسط الميدان قائد المغوار زيه الأسود ولا بالألوان، كيف ياخذ قرار لا يفرق بين هذا من نجوم الكبار ولا هذا من اللاعبين الصغار، غاية إرضاء ضميره تطبيق القانون بحذافيره. صفارة عادلة يوصل كل ماتش إلى بر الأمان، صال وجال في مختلف ملاعب البلدان، حكم عديد البارتيات في المونديال في الكان في القارات والأولمبياد. يا دعمي يا مراد بعزيمتك وإصرارك حققت المراد ودخلت قلوب العباد، والليلة ندعوك مع صديقنا برهوم في حديث النجوم انكرموك. مرحبا بك سي مراد الدعمي على موجه راديو يوسف ام. مساء الخير إبراهيم، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي إذاعة إلوسا فام في جزيرة الأحلام جربة. نحب نحييك ونقول لك يعطيك الصحة على التقديم والمقدمة هذه اللطيفة. أيضا نحب نحيي من خلالك أنت كل عاملين معك في إذاعة إلوسا فام، من منتجين من مصورين من مخرج الكل، وأيضا نحب نحيي أهالي جزيرة الأحلام جربة اللي ناسها طيبين واللي عندي فيها علاقات طيبة علاقات حلوة ياسر، وتو نتحدثوا عنهم تباعا في السهرة نتاعنا اليوم خويا إبراهيم. شكرا لك. كما سمعتوا الأسود الخارجي في ولاية المنستير وين يتواجد نجم السهرة حكم الدولي السابق مراد الدعمي مع العائلة الصغيرة اللي موجه لها تحية حارة وكل العائلة التحكيمية وراه وعشاق السفارة، وسدوهاتنا بالإذاعة في جزيرة الأحلام الثلاثي العادل المايسترو بوعيش على الكونسوليت، ورب يسرك الليلة يا بوعيش من الورقة الحمراء. تخليني نلعب وحدي على الهاتف مغرومة جديدة بالكرة زميلتنا وميمة تستقبل مكالماتكم بكل حب على 75-658-100. هكا نقولوا نجم، نقولوا نجم سهرتنا في سطور نهائي كأس تونس 97، جولدن كاب أمريكا 98، نهائي كأس أفريقيا للأمم 2000، الألعاب الأولمبية 2000، كأس أفريقيا للأمم 2002، مونديال كوريا اليابان 2002، كوب دي كونفدراسيون 2005، مونديال أندر دي سيت 2005، نهائي كأس أفريقيا مصر 2006. هذه أعم أهم عناوين مسيرة نجم سهرتكم الليلة الكابتن مراد الدعمي. التفاصيل باش نتعرفوا عليها من خلال سهرتنا الليلة، ما تغيروش الموجة، أبقوا معنا. كابتن مراد حاضر جاهز؟ مرحبا بخويا، مرحبا بك، انا في الاستماع وان شاء الله نكونوا في مستوى يعني هالسهره الحلوه هذه ان شاء الله نستفيد ويستفيدوا منها ايضا الساده المستمعين. طبيعي جدا حصه حلوه ياسر تبعتها مره، انا بصراحه لما كنت قريب شويه من ربوع الجنوب الشرقي اللي نوجههم تحيه بالمناسبه، هذه الجنوب الناس طيبين، ويعطيك الصحه ابراهيم على البرنامج هذا، برنامج حلو من خلاله قاعد يعني تعطي في حق النجوم اللي كانوا ضحاوا في المجال الرياضي ولم يبخلوا على الرياضه التونسيه في جميع المجالات قطره من العرق نتاعنا. يعطيك الصحه، نشكرك على البرنامج الحلو هذا. العفو يا اخي، واحنا باش نقولوا كيما يقول عبد الحليم يا ابو عيش ايش يقول لنا في الفقره الاولى. نبتدي منين الحكايه؟ نبتدي من الحكايه اخويا مراد، كيفاش بدات حكايتك مع الصفاره هذه؟ صعيب برشا هو اختيار شاب يكون هكا يمشي يجري على الكوره ويخلي الكوره ويمشي يختار الصفاره، اللي صعيبه برشا. كيفاش بدات بايجاز بدايتك مع حكايتك مع الصفاره؟ يعطيك الصحة، سؤال وجيه جدا. بالفعل أنا بدايتي مع يعني التحكيم التونسي هي تنجم تكون بداية غريبة نوعا ما، بمعنى غريبة نقول لك كيفاش غريبة، لأني أنا كنت أولا أنا من مدينة بنبلة ويشرفني باش نكون تحيات مدينة تحيات كبيرة برشا لكل أبناء بنبلة اللي يسمعوا فينا الليلة إن شاء الله. من مدينة بنبلة معتمدية بنبلة تابعة لولاية مستير. طبعا كنت أدرس آنذاك في الثانوي في معهد فاطمة بورقيبة بالمنستير، وكيفاش كانت القصة نتاع يعني الغرام بالتحكيم والدخول في سلك التحكيم. كنت انا ذاك في الميث كما قلت لك يا ابراهيم في معهد فاطمه برقيبه، وكان انا ذاك كانت البطولات المدرسيه والثانويه للبطولات المدرسيه اللي كانت وانجبت العديد من الملاعب، وللاسف الشديد انقطعت يعني هذه البطولات هذه في الثانوي وفي الابتدائي. دونك كان يوم جمعه فيه مباراه ما بين المعاهد، وكان انا ذاك مدرب منتخب فاطمه برقيبه المدرب القدير الان فوزي البنزرتي، واللي كنت ندرس عنده في ماده التربيه البدنيه. تغيب الحكم في المباراه
المباريات هذيك اللي كانت بتجمع فريق من معهد مكنين وفريق معهد فاطمه بورقيبه البوناسير، وكنت انا من ضمن يعني التلاميذ اللي موجودين غادي في المعهد، ونحب نشجع بطبيعه الحال للمعهد نتاعي اللي كنت ندرس فيه. غاب الحكم الذي كان يعين من طرف الاداره الجهويه للتربيه البدنيه، غاب الحكم، فما راى علي الا سيد فوزي بن زرت يجي ويمد لي زفار يقول لي مراد بلا ادخل زفار ممكن حتى لا تلغى المباراه. وفعلا خذيت الزفاره وحكمت المباراه هذيك طيله 90 دقيقه. باش ما نطولش عليك، في اخر المباراه يجيني فوزي بن زرت انتجرال مو يقول لي مراد برا امشي، انخرطت في سلك التحكيم، تبارك الله عليك عندك مؤهلات يعني فنيه ومؤهلات طيبه جدا، معناها زد على ذلك يعني المورفولوجي نتاعك تسمح لك باش تكون يعني من حكام ممتازين. قال لي غدوه يلزمك تمشي، وفعلا خذيت بالنصيحه نتاعو واتجهت عندي في بمبلى زميل حكم هو اللي نحيوه بالمناسبه هذه السيد طاهر بن عثمان، يعني سابقني في مجال التحكيم، اتجهت ويعني وحكيت القصه هذه بالذات وقلت له راهي الحكايه فيها وفيها، يعني هو اللي خدا بزمام الامور الاداريه الكل، واتجهت معه رابطه وسط الشرق هذاك وعملت له الخيرات نتاعي وتوكلت على الله، وبدينا سنه 1981 انخرطنا في سلك التحكيم الى ان غادرنا هذا السلك والحمد لله. هذه قصه يعني كيفاش دخلت للميدان التحكيم، ومع العلم اني كنت لاعب في كره قدم بنادي بمبلى ايام كان فيها اللاعب كمال العزابي. كمال العزابي بمناسبه تحياتنا ليه. وعديد ملاعبية اللي كانت نادي بمبلى كانت فيها عديد ملاعبية يعني الكبار، واللي كانت نتائجها كانت جد إيجابية. أخوي إبراهيم هذه هي باختصار يعني دخلت في التحكيم. هات نبدأ بالوقتاش بدأت السفارة الرسمية توا ومراد الدعمي حكم رئيسي، في أي موسم بدأت تفرجوا فيك في السينيور وفي التلفزة وفي الصحافة وفي الإعلام ويتبعوا مراد الدعمي هو حكم رئيسي في أول موسم تذكروش؟ أول موسم بطبيعة الحال لا باش نحب نقول لك سنة، أنا قلت لك دخلت سنة 80 81 وقعدت ندرس عام كامل كحكم يعني تلميذ، ندرس كل نهار السبت ونهار الجمعة، نعملوا يعني الدروس النظرية، وثم بعد ما عملنا تقريبا شي 4 ولا 5 أشهر بداوا شوية بشوية يسنسونا يعطيونا يعني الراية، ونعملوا كحكام مساعدين في الأصناف الشابة مينيم كادي جينيور، إلى أن اشتد شوية العود هكا بعدين سيبونا وبداوا يعطيونا نزفروا الجينيور والسينيور في الريجونال يعني في الجهوي. فما رئيس رابط اللي نذكره بالخير سي حسين نوير، انا ذاك كان هو رئيس الرابطه، جاء مره تبعني سمع لي، جاء تفرج فيها في مباراه، بعد ما جاء تفرج فيه في المباراه بعد اجتماع اول في رابطه نتاع الوسط الشرقي في المسير، حكى على شويه على معناه الخساره نتاعي المؤهلات نتاعي، وكلم رئيس اللجنه الله يرحمه سي محمد فتح الله، انا ذاك اللي نوجه له وجيه رحمه في هذه الليله، اللي كان حكم دولي سي محمد فتح الله، خذا بزمام الامور وشجعني وبدا يعطي فيا في المقابلات الصعبه على المستوى الجهوي، حتى لين بشويه بشويه طلعت باش نظفر في الرابطه الثانيه، وبعد في القسم الشرفي اذا كنت تحب نسرد لك اول مقابله في القسم الثاني انذاك، كانت في وذرف ما بين شبيبه وذرف وواحد كبلي انذاك، اول مباراه نتاعي في القسم الثاني، ومن بعد هذاك بدات الامور بشويه بشويه يعني بديت نصعد تدريجيا، وكان النسق نتاعي تصاعدي من خلال المقابلات الصعبه في رابطه الجنوب بصفاقس. حتى وكنت نعمل شويه هكا شيفال مره في ربيط الشمال بتونس ومره في ربيط الجنوب بصفاقس. حتى وصلنا حتى وصلنا موسم 96 97 شي ذكرك؟ موسم 96 97 موسم 96 97 يظهر لي عملت فيه دور نهائي كاس تونس. بالضبط بين شكون الطرفين؟ بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي في صفاقس في ملعب اولمبي بالمنزه في المنزه. قبل ما نمشيو للدور النهائي هذايا نحب نذكر ايضا اخويا ابراهيم اول مباراه في القسم الشرفي انذاك ما كانش فما ناسيونال بي، كان فما القسم الثاني مباشره، كان فما القسم الشرفي وكان فما القسم الوطني. اول مباراه كانت عندي في القسم الشرفي بعد ما قدمت مردود ممتاز في القسم الثاني، وبعد عديد المقابلات الصعبه وعديد التقارير المتميزه في من خلال التقارير اللي كتبوها في شخصي المتواضع الساده المراقبين الكل اللي جاوا وراقبوني نحييهم بالمناسبه، هي كانت اول مباراه في ملعب الحداد في جرومبيليا جمعت انذاك بين جرومبيليا الرياضيه والملعب الصفاقسي انذاك، وكان المتفقد نتاعي متفقد الحكام الله يرحمه ينعمه في هذه الليله ايضا هو الحكم الدولي العيساوي بن دبوس، وقد اعجب بالمردود نتاعي وكتبت فيه تقرير يعني جد ايجابي من خلال بدايه الانطلاقه نتاعي.
على اللواء الانطلاقه متميزه، وكما نقولوا البشائر ظاهره من الاول على الحكم، اكيد عنده برشا فورمولوجي، فما كذلك حتى الامور الفنيه والتقنيه بالنسبه للحكم. خلونا ندخلوا شويه في صلب الموضوع خويا، قلنا النهائي هذايا وفي بين السي اس اس والاسبيرونس، قداش النتيجه نتاعو؟ وفي المباراة هذه فيها الترجي الرياضي التونسي هدف مقابل صفر، أنا ذاك الهدف سجل في آخر اللقاء أعتقد في الدقيقة 87 86، وقتها نفكر حتى عملية الهدف كيفاش كانت، كرة عالية كان أنا ذاك وقتها الحارس الجزيري حارس النادي الرياضي الساخسي، وكان المدافع يعني لاريا سنترال كان وقتها اللي درب في قطر تو سامي ترافيلسي، كان طلع يعني باش يلعب الكره بالراس، وكان وقع تيليسكوباج هو ما بينه وبين الجزيري، وتيح الكره قدام لطفي العروسي. انا سامي العروسي بالضبط سامي العروسي في الدقيقة 70، ما أنا ما بعتش برشا على التوقيت هذا. خويا خلي ثم سؤال سألوا لي بعض الخيان، قالوا لي باعتبار خويا خبرة مراد كحكم، وقلتوا في المباراة تاعو الملاعب يقعد يذكرك الفرص اللي ضاعت والفرص اللي تماركت والأهداف والجمهور والفازات اللي صارت، كحكم تواجد الماتش سفرت روحت للدار، شنو يبقى لك في الذاكرة من الماتش من مقابلة أي مقابلة؟ والله شحبني نقول لك، انا شخصيا كمراد دعمي كحكم تاعها هذاك كنت راضي على المردود نتاعي، كنت قدمت مردود متميز جدا 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 باعتبار يعني المستوى البدني والفني اللي قدمته في المباراه هذيك، كانت مباراه صعبه جدا، تعرف اللي الفريقين المتباريين في هذه المباراه هما الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي الساخسي، وكانت جماهير يعني كبيره في المباراه هذيك، كان ملعب المنزه هذاك تقريبا معبي، ما فماش بلاصه في المباراة هذيك، تقريبا فما ما بين 40 و 45 ناس متفرج في المباراة هذيك، لكن فما ربما في ذهن احباء النادي الرياضي الساخسي اللي يقولوا اللي انا نحيت هدف للنادي الرياضي الساخسي. والله يا اخويا ابراهيم، توا المباراة هذه عندها تقريبا نقول احنا 23 سنة، ما حبيتش لا نجاوب ولا حبيت يعني نبدي الرأي نتاعي من خلال الهدف هذا اللي يقولوا رفض من طرف الحكم مراد الدعمي في المباراة هذه، خليني لرفع لي كل الالتباس. أولا أنه بالذات ما كانش فما هدف للنادي الساخسي، تقول لي كيفاش تقول ما فماش هدف؟ بالفعل ما فماش هدف. أو نقول لك الحكاية بالضبط كيفاش؟ الحكاية من وسط الميدان وقتها كان فيه اللاعب مراد الرنان وزع توزيعة يعني في عمق منطقة جزاء الترجي الرياضي التونسي، وقبل التوزيعة هذيك ولا حسب إشارة مساعد الحكم اللي كان معايا أنا ذاك محمد الدبابي، مع التوزيعة قد يرفع الرأي نتاعو، يرفع الرأي نتاعو مشير إلى فم ترويض بالكرة، فم لمس يد نتاع كرة، أنا ذاك يعني صفرت، وقت اللي صفرت أنا دفاع الترجي الرياضي التونسي باعتبار الصافرة التي انطلقت يعني من صافرتي كلهم وقفوا، ولكن لاعب النادي الرياضي الساخسي كمل واصل اللعب، وكان عندك الفيديو فما يظهر لي فما فيديو يعني وقع التداول على يعني التواصل الاجتماعي ابراهيم، تو تسمع الزفاره من اللي خرجت الكوره من ساق مراد الرنان، تو تسمع الزفاره كيفاش ما نعرفش من ساق مراد الرنان حصير من لاعب النادي الساخسي، تو تسمع الصافره كيفاش مسموعه جدا، معنى ذلك اني امرت بايقاف اللعب قبل ما توصل الكره الى منطقه الجزاء نتاع الترجي الرياضي التونسي. دونك هنا بالنسبه لي يعني من حين انطلاق الصافره من وسط الميدان انتهت العمليه، ما عادش نخزر شنو يجي من بعد، ولكن لاعب الترجي الرياضي التونسي كمل واصل ووزع يعني الكره انذاك، واللاعب كي جات الكره على راسه نتاعو حط الكره في الفيلين، دونك ما فماش حتى حركه لا من حارس الترجي الرياضي التونسي ولا من مدافعي الترجي الرياضي التونسي. حتى نقول انا اللي جماهير النادي الساخسي بطبيعه الحال وعندهم حق ونعذرهم انا باش يقولوا كلام كيما هذا، واللي نحترمهم احترام كبير وكبير جدا، نحترمهم هما، نحترم جمهورهم، ونحترم الهيئه المديره نتاع النادي الساخسي اللي ناس متخلقين وناس متربين وهذا لا يختلفوا في ذلك اثنان، ولكن نحب مانيش مبرر في الموقف نتاعي. بالنسبه لي انا ذاك ما فماش هدف يا ابراهيم، نحب نقول لك حاجه، انا النادي الساخسي حكم
حكمتها عديد المقابلات راهو، حكمت لها مقابلات سنة 94 المباراة الشهيرة مباراة الدور الربع النهائي اللي صارت في قربة واللي فاز فيها النادي الصفاقسي بركلات الترجيح. تعرف وقتها سجل الهدف نتاعو النادي الرياضي الصفاقسي هدف التعادل باش مشى ركلة الترجيح، هو في الدقيقة تقريب 15 من الحصة الإضافية الثانية تفوت شوية تقريب 15 دقيقة و نعرفش 13 ولا 12 ثانية وسجل هدف التعادل وتعدى ركلة الترجيح وترشح هذاك على نادي قربة بركلة الترجيح في المباراة هذيك. ثم مباراة أخرى قوية وقوية جدا سنة 94 واللي تعتبر مباراة دور النهائي في البطولة، جمعت في ملعب 2 مارس بين محيط قرقنة والنادي الصفاقسي، وكانت أربع مقابلات مهمة إبراهيم خويا، كانت أربع مقابلات مهمة، كان فيه طرف النادي الصفاقسي محيط قرقنة. المباراة هذه قوية وقوية جدا، النادي الصفاقسي يلعب من أجل الفوز بلقب البطولة، محيط قرقنة في المباراة هذيك يلعب من أجل التفادي عن النزول. وكانت فيه مباراة الترجي التونسي وشبيبة القيروان في القيروان، كانت تفكر وقت المباراة وقفت الدخان إلى آخره، وكانت فيه مباراة زاد سيكك الحديد الصفاقسي والنجم الرياضي الساحلي في ملعب الطيب جماهير الساحلي. ثلاثة مقابلات هذولي مربوطين ببعضهم، يعني كل فريق ينتظر في الفريق الثاني شكون ينهزم وشكون يفوز حتى يظهر الخيط الأبيض من الأسود ويظهر شكون يفوز بالبطولة. كنت أنا نحكم في المباراة المهمة هذه، أسندها لي وقتها رئيس لجنة التحكيم في عمامه عبد الحميد الله يذكره بالخير وربي يشفيه، وكان أسند إلي هذه المباراة وقيمة هذا الرهان اللي كانت مباراة نتفكرها مليح مليح، كانت مباراة شديدة التنافس وفاز فيها وقتها النادي الصفاقسي على نادي محيط قرقنة هدفين مقابل هدف، وكان الهدف الثاني في آخر الوقت أيضا سجله شكري ترابلسي لاعب النادي الرياضي الصفاقسي، وفيه بعض ناس كانوا يروجوا في حديث ان الهدف الثاني نتاع النادي الرياضي الصفاقسي مسبوق بعمليه تسلل الى اخره، والحين انه لا كان فيه لا تسلل وكان هدف يعني سليم وصحيح ولا يشقه غبار. شكرا لك، مازلنا مواصلين المشوار ازدياء المستمعين في سهره النجم الليله، نجم سهرتنا الحكم الدولي السابق مراد الدعمي. هذه البدايه ومازال باش نسمعوا برشا اعترافات وبرشا اتضاحات وبرشا تواريخ مع صديقنا النجم السهره، باش نرفع الاذان ثم نرجع ونواصل حديثنا سبور في هذه السهرة الرياضية.